السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. كشفت مصادر من بوعلام شارف مدير المنتخبات الوطنية بأن هذا الأخير هو من فتح خط اتصالات مع النجم بلال إبراهيمي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي من أجل إقناعه بتمثيل منتخب الشباب، وهو الآن تحت رادار الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يتابع جميع المواهب ذو الأصول الجزائرية في أوروبا، خاصة وأن بلال إبراهيمي لاعب شاب يبلغ من العمر 20 سنة فقط ويقدم في مستويات رائعة وهو قابل للتطور أكثر. ولقد أكدت بعض المصادر سابقا بأن اللاعب لا يعارض تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، إلا أنه ينتظر دعوة أفضل مدرب في إفريقيا الجزائري جمال بلماضي. والجدير بالاهتمام بأن بلال إبراهيمي قد تعاقد مع نادي ستاد ريمس الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي ميدل زبرا الإنجليزي. وكشف موقع فوت ميركاتو المتخصص في متابعة كرة القدم الفرنسية بأن الجناح الشاب وقع عقدا يمتد لصيف 2022 مع ستاد ريمز دون الكشف عن التفاصيل المالية. ولقد تألق اللاعب الصاعد في منافسات دوريه تحت 18 و 23 عاما مع نادي ميدل زبرا بإنجلترا عبر مساهمته في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من جملة 39 مباراة شارك فيها. ولقد اكتفى اللاعب الشاب الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية بلعب مباراة واحدة مع المحترفين، وحصل ذلك خلال المواجهة أمام روشديل لحساب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.